وبمناسبة الكلام، في واحد برضو امبارح كانت يعني الواقعة دي هحكيها لحضراتكم أنا وكريم، هو حد كان بيدور على برضو تحقيق الرقم القياسي، فكان في حدث امبارح لشخص يدعى محمود عبد الحميد أو يعني الشهير بلالا، بيقولوا له لالا. هو عمل إيه بقى؟ هو حاول ان هو يشد طياره، لا بجد يعني هنعرض لحضراتكم اهو دلوقتي، دي طياره ركاب، حاول ان هو يشدها بايه مثلا، بعضلاته، بكتفه، لا حاول يشدها باسنانه، فعشان يدخل شفت كريم، عشان يدخل موسوعه جانس للارقام القياسيه، وده طبعا كان في مطار القاهره الدولي زي ما حضراتكم شايفين، وهو فعلا يعني استطاع ان هو يسحب الطياره دي ويحركها بعد توصيلها بحبل رباط كده، كان يعني طبعا من نوع معين، وسحبه لمسافه 6.20 متر يعني 6.20 متر تقريبا، بوزن هنا بنتكلم كام يا جماعه؟ الوزن 14 طن 100 يعني 75 كيلو جرام، يعني دي حاجه مش عاديه طبعا، وده تمهيدا علشان يخاطب موسوعه جانس للارقام القياسيه عشان تسجل هنا اقوى، او مش عارفه بقى هتتسجل هنا اقوى فك بتهيألي. طبعا يعني ده اقوى فك فعلا طبعاً. يعني كسر الرقم القياسي من قبل يعني، فنتمنى ليه النجاح، هي حاجه جديده شويه يعني، وده الحلو على فكره في موسوعه جانس ان انت في دايما ابتكارات، مش لازم يبقى في حاجه نمطيه، في دايما ابتكارات، فدي بتبقى كويسه يعني، فبالتوفيق هتبقى حاجه حلوه. المصريين مش سايبين حاجه عجيبه غير لما بيدخلوا طرف رئيسي فيها، يعني بيشد طياره 14 طن باسنانه، طبعا يعني حاجه غريبه حبتين على